وصلنا مطعم بوراك. شوف 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 هذا يا هذا المطعم. خلنا على هيفاء. لا ما اريد. خلنا على هذا. على اساس قاعد يمشي 720. هسه هذا ال وينوش جاردنز. والله والله ما شاء الله. تفضل حبيبي تفضل. واخيرا انا جاي من المحار. يلا هيفاء تفضلي. من هي مشهوره؟ تفضلي هيفاء. تفضلي بالحب تفضل. تفضلي هيفاء. اخباركم؟ رجعنا اليوم بفيديو جديد. طبعا اليوم راح اشوف اليا صديقه تعرفت عليها باليونان. يا الله يعني قبل تقريبا 3 سنين يمكن قاعد الدم. قبل 3 سنين تعرفت عليها تمام؟ 3 سنين شويه هيك شيء تعرفت عليها تمام صدفه كلش حلوه وبقينا على تواصل وهاي السوالف. وهسه راح نشوفها؟ هسه راح اشوف راح نشوفكم اياها وراح نشوف هيفاء شلون تلتقي بيها. الله غير هذا كليته انه احنا راح نطلع هي قاعد اطلعكم الاكثر من المكان اليوم الجوله برعايتها. اوكي؟ فاللي ما مشترك يشترك ويسوي لايك وابقوا بالفيديو، الفيديو اليوم يجنن. يلا امشي. يابا كبرناها وهسه راح تجي، منتظرين اللحظه هاي يابا منتظريها. الصوت ما قاعد نسمع لان الشارع الشارع ما شاء الله. تجيني. يلا راح تجي هسه. يابا واخيرا. هلا شلونك؟ اخبارك؟ واخيرا التقينا بيك. وين المترو؟ ما نعرف وين المترو. كان نسعى اليابا. حبيبي واخيرا وصلنا ميدان تقسيم. يا الله يساعدهم. هلا شلونكم؟ حراء قول لنا وين راح تودينا اليوم؟ لا ماخذكم على متحف الشمع. متحف الشمع يابا ممكن نشوف بوراك بوراك اليوم؟ بوراك. ممكن بل كذا ممكن نشوفه. هذا شاهدني هذا هيفاء. بوراك والله لقيناه. بوراك؟ حلو تلقوه وانتم هسه ماكلين وانتم لا خلينا نشوف بوراك. قب بعيد بوراك من هنا. والله يلا امشي شوف براك اذا موجود ناكل ما موجود ما ناكل اي اذا ما موجود ما شارع الاستقلال. هذا شارع الاستقلال لازم تجي لاسطنبول لازم تزور هذا الشارع. الشارع كلش حلو والمدينه كلش تجنن يعني معلم من معالم اسطنبول السياحيه. احنا هسه قاعد ندور على مطعم براك تمام نشوفه وين وصلنا. مطعم بوراك. شوف 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 هذا يا هذا المطعم. طبعا كل المشهورين جايين بهذا المطعم. وزيد سيف نبيل كل المشهورين هنا جايين. هذا المكان الصغير هذا المكان الغير اللي هو اشتهر للعالمية من عنده. يابا يقول لك ظلت بصورهم حتى احلامهم. طبعا ما هو ما موجود بالمطعم للاسف. اكثر شيء يتواجد حاليا يتواجد دبي. مهند وياه والله والله ما شاء الله فنان المطعم. شكو شخص مشهور الله اسمر من يتذكر اسمر رونالدينيو يا بتان هنا يعني ما شاء الله شكو واحد مشهور موجود هنا. هذا
نحن زين. لان جوات مو موجود. زين. اي والله كنا نتمنى انه موجود وناكل يعني موجود بالمحل، بس هو موجود خلاص. راح نقضيها هنا اكلات شعبيه. اوكي. نتعذب هيفاء. لا ما اريد. خلينا نتعذب هذا. على اساس قاعد يمشي 720. هنا خلينا نشوف شكو هنا. هاي هيفاء العالم ملتمه. وصلنا للدبكة العربية. شوف الشغل يا بي. محلات نار تجنن اشكال. هاي محلات كلها الموسيقى، ادوات الموسيقى يابا. شوف 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 ال شوف المحل هذا، شوف الجمال. هذا المحل طب انا من عنده ما يطلع الا ب 50 يورو. افوتي هناك؟ ها؟ ايش تبدين تجيبين؟ يمكن نشوف. تعال تعالوش المتاحة وراء طبعا فضيقة مليون. أنا هذا محل جلاتين. هذا البحر جلاتين. هذا الأبقى يوقف. ها صوت إذا قطعش كاتو بليت. مصيبة مصيبة. طبعا ما كلنا شيء ما خدنا من عنده. تمام؟ قاعد تلاحظون الأشكال؟ بس كار جنن. خلينا واحد عظم عظم. هذا عظام. نجد اخذ جلاتين كافي كافي. شوف قد قصر كلش هواي. يا الله نور الجبل. بعد ما دخلنا وكسرنا 300 ليرة بس الشكل مالته جنن. العرض مالته غير شكل يعني. واخيرا وصلنا للبرج. طبعا مفتوح يا به. مفتوح مفتوح فوق يجنن. يلا لازم ندخل فوق. اتفاجئ الجماعة اتفاجئ. يلا هسه راح نصعد فوق تمام ونشوف الدخولية بيش ونقول لكم على سعر الدخولية كذلك. كلش حلو المكان هنا. البرج هذا موجود بمدينة اقصراي. هذا البرج اسمه برج غلطة مو؟ برج غلطة. غلطة هو شكو بي من جوه. غلطة سراي شكو بي من جوه. هو راح نروح نشوف شكو بي جوه وشكو في هذا اشهر برج باسطنبول لانه مائل. الله اشهر برج باسطنبول هذا يابا. يابا شوفوا المأساة. طبعا نريد ندخل للبرج بس شوفوا كل هذا هذا السرى كله يعني يبغى لنا ساعة حتى نوصل حتى نسعد. بس بعد جمال لازم نسعد لازم نسعد الأخير. شوف الشكل مالته شيء رهيب.
اريد اصعد بس انت يجبرني اصعد قلت هاي المتر اروح اشتري لي بيها تيشرتات اثنين تلعب بس عندي وشك تلعب ما اريد اصعد يا بها التكت سعره 100 ليره تمام النفر الواحد 100 ليره حتى يسعد هذا البرج اوكي اللي قاعد اشوفه البرج شيء رهيب يعني هذا كان مسدود قبل وهسه يلا بتحرك للأسف للأسف ما خلونا نسعد ليش ما خلونا حواء ما عندهم هاي سكود الرقم الصحي مال تركيا طبعا عندهم باركود تمام اللي هو مال كورونا يثبت انه احنا ما بينا فاحنا جايين جوازات عندنا مسافرين بس ما خلونا ليش ما اعرف خاف حواء يمكن لعبت علينا الموضوع طلع هي وهيفاء متفقت عليه والله اني ما عليك اشوف اصلا هي تريد تفوت لان انا عاجبني اسعد هذا البرج زين قلب علي تهمني البرج كلش حلو بس خلص مكتوب مثلنا ما نسعد البرج وهذا عباره عن 9 طوابق تمام وهذا من اقدم ابراج اسطنبول بالاضافه الى شنو؟ بالاضافه الى شنو؟ الى هذا السبع طوابق تسعديهن بالمصعد والطوابق الثلاثه لا اثنين البقيات تمشين مشي اكو دار قاعد تشوفوها هاي تطلع على المدينه كلها تمام؟ لان المنظر شيء رهيب بس للاسف ماكو وقاعد يشوفون هسه هاي عروس مع الاسف والله شوفوا هاي العروس قاعد تاخذ صور يم البرج شوفوها يعني من قد ما مشهور قد ما مشهور تعال خلينا ناخذ لكم صور يم تعالوا خلينا نصور لكم العروس شوفوا طبعا الصوره يم البرج شيء جنن عروس تركية طبعا احنا جايتنا على براك وعلى برج غلطه وعلى اسمه يا هو المتحف الشمع ولحد الان ولا واحد فتنا له وانتم باقين ويانا المصيبه باقين ويانا بس تحملونا يعني ما صارت المحلات يعني موجوده بتقسيم كل شيء تريد من هاي الآلات الموسيقية تلقاها بهاي المحلات المحل مو بس محل واحد محل بصف محل قاعد تشوفون لازم تجيب لنا شيء للبيت نخلي بالبيت كيفا تذكار تمام تجيب لنا شغلة هاي بس ثقيل مو شوف لنا الشيء انا بدي نجيب شيء من تركيا حتى يبقى انه تذكار داخل البيت هذا مهم. آه. نجيب شو بقى تذكر؟ كل دولة روح عندي بشيء. هذا هذا كل شيء شاد. ليش هني؟ قال قال. يا بحاشم. كلش حلو هاي ال. برج غلطة ما صعدنا ليه هاي صعدنا من هاي هاي السوالف ما موجودة هنا يعني ما كنا هنا بكثرة موجودة هاي التحفيات هاي ناخذ شيء هي الوزن عندنا مشكلة الوزن يا بقبط هسه عندنا الوزن كلش حلوات سلطان احمد مو اخاف قلت اسمه غلط صار ما اعرف سلطان من سلاطين بس تجنن بعد تحف تجنن يعني هاي واحد بيته هنا شوف هاي هاي الفي كلش حلو شيء روعه روعه المحل طبعا هذه الايات والله الواحد لو عنده وزن كان ياخذ هاي كل هاي السوالف رحنا وجينا والجماعه بعدهم يعزفون تمام بعدهم يعزفون ما تعبتوا؟ أنا
الكاسة نطلع منه. كيف تدخل الناس يومنا في بيتهم؟ تطلعتوا؟ لا ما تطلعوا في الشارع. ما تطلعوا في الشارع؟ أنا في النامس. تعرفني؟ جاب هسه هذا النهار. وين جاب النامس؟ والله والله ما شاء الله. تفضل حبيبي تفضل. ما شاء الله. هذا محار. ايه بس كلش والله شكلها طيب يا اخي. اكو كليشه كلش حلوه يقول لك الغني هو الفقير الجميع يحب المحار. اي والله عمي صحيح كنا نحب المحار. يلا كنا ناكل المحار ونشوف طعمه. طب المنيو طبعا المحار اليوم لازم نجربه. سالفه النسك وماكو منتظر المحار هسه يجينا. انا ما اريد محار انا اريد اكل يمني. هي تقول ما اريد ولما نجي تاكل كم عندي شلون ما اعرف. زين واخيرا واخيرا اجانا المحار. يلا هيفاء تفضلي. من هي مشهوره؟ تفضلي هيفاء. يلا خلينا نصور. يلا هسه هيفاء راح تجرب. اوكي هيفاء اول شيء قول لنا طيب لا طيب يا منال. يا بالتعليق والله لا ارجع بلوك والله لا اسوي بلوك. هو عني مقرفه اسوي بلوك. قول لك لا تجنن الاكلات المحار تجنن. طيبه يلا كليها. عافيه الف عافيه يا ابي. يلا سجل دولي. طبعا الليمون المحمر ما تمام لك اخليها تجيب لنا بعد شنو بعد محمر لا كيف كيف لا وسام مكانك خالي. طبعا وسام صديق هو اللي علمنا على المحار. يا وسام وسام جبل موت موت المحار. طيب بالعافيه لك. تشوفون شكله بالمطيب وكافون ما عندك بس هو كلش طيب. بتجرب وحده خلاص راح تكونوا مدمنين مثل حسين مدمن هسه. يلا اكل انا اريد اكل يمني. الله والله علمك يعني تنتظروا بالفيديو اروح اكل اكل يمني. لنا وصلنا النهايه ونقول لكم باي باي. هلو يا طبعا هيفاء قالت لي انا ما اكل تمام انا ما اكل ابد بس انتباع بس بقى لا انقاص صار هنا كل اكلته وبقيت بس اثنين. الف عافيه يا هذا لوجي البريء يا بس انا خليتها لقبال يعني شلون قابليه باكلات البحر يعني. ابي لك هذا هون. يلا راح ناخذ ورد الهيفاء. اوكي يا بتسكر دم وين هيفاء تفضل يا بالحب تفضل تفضل يا هاي هاي الورده هاي نودع بيها اسطنبول تمام. السفره كانت وياك تتجنن. اوكي والله سفره كلش حلوه وتونسنا وباكر خلص هاي اليوم ترجعين تحضرين الجناب زين والاجواء كانت تجنن وكل شيء كان حلو بهاي السفره زين. ويا ب جدول قلبك وها نشكر اليوم حوا كلش يعني تونسنا وياها والله وساعدتنا بالطلعه يعني هي كانت الدليل مالتنا زين. هلا بيكم كل يوم تعالوا جدول قلبك جدول قلبك. يلا خلاص شو نقول لهم يا بيه حبيبكم وصلنا يا بنيات الفيديو وانتظرونا فيديوهاتنا بالمانيا وكم مفاجآت كذلك. باي باي. يلا باي باي. احنا بدنا نشتري ورده الهيفاء قبل ما نودع. قبل ما نودع ابي لك هذا هون هون ابي هون شوك والله ابي هون والله شوك والله ابي شوك او تقرا يا بني جو يمين شوك دورت ركاره يمين يا يلا راح ناخذ ورد الهيفا. اوكي يا بتسكر دم وين هيفا خلنا نودعها اخر شيء بورداية نودع اسطنبول. اه
تفضلي بالحب تفضلي تفضلي ابو هاشم. هاي انا هاي الورده هاي نودع بيها اسطنبول تمام؟ انا احبك. السفره كانت وياك تجنن اوكي؟ وياك تجنن والله سفره كلش حلوه وتونسنا وباكر خلص هاي اليوم ترجعين تحضرين الجناب زين؟ والاجواء كانت تجنن وكل شيء كان حلو بهاي السفره زين؟ وياب فدوى قلبك وها نشكر اليوم حوراء كلش يعني تونسنا وياها والله وساعدتنا بالطلعه يعني هي كانت دليل مالتنا زين؟ هلا بيكم كل يوم تعالوا فدوى قلبك فدوى قلبك يلا خلص شو نقول لهم يابا؟ حبيبكم وصلنا يا بنياتي جديد باي باي يلا باي باي.